أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالساعة فيكم في ساتسفاكتوري. طبعا انتم بتشوفون بلاوي انا سويت، بس سويت اساس المبنى اللي راح نستعمله، براويكم سويت برج حق الطالعة. مشكورين وعلى الدعم، اظني حبيت السلسلة، بس براويكم المصنع ان شاء الله تكون عجبتكم ونشوف عليها دعم اكبر، واتمنى الناس ان تحبها. شوفوا المصنع كيف استوى الحين، هذا راح يتأسس عليه طوابق. طبعا انا حاط هايل مو بشغالات لان بنسوي الفحم، وانا سويت ابحاث عن كل شيء، فتقريبا كل شيء عندي. لحظة، هذا انا طحت منه 7000 مرة، ما بطيح منه مرة ثانية. المصنع بيكون بهالكبر هذا، شوفوا هذا المبنى، براويكم الورشة مالي، سويت لي ورشة في مبنى إداري هنا يعتبر، شوفونه هذا الورشة مالي، مكتبي الشخصي هاي، مكان تدريب أهداف، معدات، كل شيء أسويه هنا يابا. الهب يمكن أجيبه تحت هنا على اليمين، لو تشوفون هنا الشارع هذا بيكتمل قدام. للحين أنا ما قررت كيف أسوي هاي، لأن في بلتات زيادة عقب بتينا اقدر اسويهن فوق بعض كلهن. المهم الحين خليني اراويكم هذا كل مكان راح يكون. طبعا هاي المشغلات ما شيء شغال، انا قلت لكم بسوي الفحم، سويت كل شيء محتاجه حق اطور الفحم، وكل شيء ثاني سويت له ابحاث، بس باقي الحين ننتقل من هناك لهني ونبدا انتاج جديد. بس ما اقدر ابدا انتاج جديد الا بمصدر طاقه محترم، شوفوا حطيت كل شيء. ختم الصندوق، نعم ختم. سوينا له سيل. جاهز للاطلاق؟ يلا جاهزين حق اول انطلاقه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا قلت اروح، شوفوا بطرش السمان الفضاء بيجيب لي ابحاث جديده. شكله مرعب الصراحه، جدا مرعب. يا سلام، اليوم شغلتنا كهرباء، بس كهرباء، مصانع كهرباء ما في. شوفوا هذا الجسر، الجسر سويت جسر هناك اللي فوق، بنسير ذاك الصوب على ما اذكر فيه كهرباء هناك. شوف هذا ينتج، كل شيء ينتج، وهذا الهب مالي بسير احوله هناك عقب، مش الحين لان كل شيء موصول فيه الحين. اللي يستوي عندنا كهرباء والمكان ثابت. شوفوا خدمات اللوجستية، طاقم الفحم 3 و4، انتاج الصلب انزين، والستيل من الفحم، مشاجرة قطالية. اوكي بنبي نسوي هذا بعد، هذا وايد مهم انزين، ونبي نسوي كلهم. والله بسويهم، بسويهم بالترتيب. اول شيء فحم زين، يباله الفحم، يباله 1005، يباله 500 هذا. اوه روتر ما عندي تصدقون، لحظه مجهز انا وايد سامان. يباله 25 لوح مقوى، يباله 200 واير، اوكي 180 هذا 200، ويباله اللي هو الروتر. روتر والله نسيت اسوي الدوار، هذا الدوار بخلوني اسوي مسامير ونسوي. يبا 25، ايه شوفوا فوق على اليمين يكتب كم واحد يبا، هذا هو على اليسار هني، بشوف لين يوصل 25 بعدين بوقف انتاج المسامير. طبعا عندي مسامير في المصنع قاعد ينتج ما ادري من متى، بس طاف نبى احزمه جديده ونبى انظمه جديده. وين؟ في المصنع الجديد، لانه الأحزمة الحالية ما أظن بتكفي حق إنتاج، ونبي نسوي إنتاج شوية حبة مكثف، يعني مش إنتاج تعبان، بيكون إنتاج شوية قوي. فبيكون وايد مهم إن نحن نسوي شو إنتاج الباقي بسرعة يعني. إنزين هذا الروتر يبناه، بيستوي عنا فحم بسم الله. إنزين الحين اللي نبغى عقبه خدمات اللوجستية، هذا تعرفون المشكلة أبى بس هذا، أنا أبى بسوي بس حق هذا ترى. عدد المرحلة اوكي 20100، هذا كله بيكون موجود سهل. انا شو عندي 100 انزل. الحين ياس هي تمدح في الفحم، طبعا احنا اصلا الخطة كلها ان بسوي مصانع الفحم فوق، ما بسويهن عندي، بمد بس واير اساسي ترى على فكرة، هاي الخطة الحالية، لان هذا الشبكة بستغني عنها بالكامل، لان بنبدأ تزويد قريب في الاجهزة. شوفوا هني سويت منزال حق اي شيء يبغى، ممكن احتاج شيء هني. شوفوا هذا بنفتحه بعد قريب، ما في كهرباء، كله ما في كهرباء، ها كله نفس القدام اللي ركبناهم، ما ركبت شيء جديد. لحظه الفحم وين كان؟
انا ياس امشي بس وياي سامان ابني. هي عندي سامان ابني احيد فوق اكيد في فحم. طبعا السكانر يسوي ابديت مع كل مورد جديد فعادي يعني. انزين مصنع الفحم بما انه بيكون في هذا الاتجاه خيب احس انه بعيد 1000 متر. 1000 متر والله بعيد مش قريب. اهم شيء ما يكون في مليون عدو. لحظة هذا كم؟ 700 800 ألف. بس انا باهني انا بال الفحم اللي هنا برايي اللي هنا خلاص. ما عندي بليت صدقون. لحظة مشكلة مش هني مشكلة. هل انا رايح بدون سامان؟ هي انا الذكي اني انا رايح بدون اغراض. فحركة بدون اغراض هاي ما تنفع. لازم نروح نحن عندنا كل شيء. لان ترى على فكرة الفحم بنزله من فوق بعد. ليش؟ لانه يبالي احط شيء هني علامة يبين ان هني الدرج. ما اعرف شو احطي بس بحط شيء. يلا 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 شوفوا المصنع مالي. في عندي هبة هناك داخل في الورشة اقدر اسوي فيه حفار متنقل. الاستوراج شكلي بسويها تحت. يمكن ارفع هذه لفوق اصلا. طابق ثاني الحين اسوي حق يمين الفحم واسوي MK3 على طول. كم حفار متنقل؟ 1. ما اظني بحصل فحم اكثر بس خله. انزين البيكون شو يسوي؟ ما اعرف شو يسوي والله. هذا عنصر يستخدم لتمييز مناطق الاهتمام. يتم عرضه على البوصلة باللون اسم. اوكي ما باه. بندقية الوان الحين ما نبغى. عقب بنصبغ شو اسمه اكيد المكان. حفار 2 سوينا بس يكفينا. انزين يستوي اختصر الموضوع. انا شوي مطول الموضوع لعمري بس شكله حلو والله كشكل روعة. في عندي بعد حصة هنا بستعملها ان شاء الله. بس خلوني اخلص موضوع الحديد لان انا عندي ازمة في الحديد. ابى انتج. ممكن اودي الطابق الثاني الحين. ايوه هذا اللي كنت ابغاه اصب. الحين يمكن ابدا شو اسوي؟ انتج. خلني اكل شيء. اقدر اكل هذا؟ ايه خل اعبي طاقتي. امسك السلاح بعدين بتطور سلاح قبل شوي ينبرد. انزين ابى الخدمات اللوجستية 2 وابى MK3 وما شلت حديد. لحظة اوكي خلاص عندي موارد حق هذا برايه. زين خلينا نستكشف الفحم وين. غير صح ولا غلط انا؟ اتمنى يصير والله بعيد وايد صدقون. احس اني شوي بندم على القرار هذا لانه لازم اوصل له. شو خلينا نشيل الاكل يمكن نتضارب يا حد. حسبته واحد من الاعداء. هذا عدو ما اعرفه. برد عقب بنضربهم كلهم ترى. هذا جايني. خلينا ندق تعال. او جرد هذا. اوكي برايك. وين الفحم هذا؟ 500 متر بعدي؟ لا لا يا ابوي هالفحم ما ينفع. خلنا نرجع القاعدة مالي. أنا غلطان أنا آسف والله. أعداء. أكيد في فحم ثاني. خلنا نشوف. 100 وشي متر بس مكانه غريب وايد. هذا 1000 وشي متر. خلنا ننزل مكان. هذا الصغيرون تحت تشوفونه. البرتقالي اللي توه شرد عني. والله العالم حلو جميل يعني. اللفة هاي حتى لو ان يمكن غيرت رأيي لكن جميلة. اذا السالفة بالطريقة هاي يمكن اغير مكان مصنع الكهرباء اسوي مكان ثانية. ما بسوي نفس المكان بس بيكون برا على المصنع مالي. ما بيكون داخل المصنع مالي. ما بسوي داخل المصنع. ما بسوي لا نوي. دام اني رديت ورديت خلنا اجيب حديد.
نجيب حديد. شو يبغى عشان اسوي البلت؟ نسيت والله. مات اللوجستية. سير نقل حديد، بس حديد. زين خلنا نسير الهاب، ننزل من هذا الصوب. اوه هذا 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 فنان حق تزويد سوالف وحركات. بسوي عقب بطاريات، وهذا راح يكون شيء نباه. حصلت كم من واحد الحين؟ والله وايد زين، وايد زين. حصلت يمكن ثالث واحد حصله، في واحد عندي بعد في الستور، وايد اوكي يعني. هني شوف في المكان هذا، تصدقون خلني من هالصوب نستكشف. هاي عند القاعدة ترى، عجيب. في مكان يودي بعده نهر اظني. شيء نستفيد من الماي بشيء عقب، والله بيكون حلو اذا نقدر نستفيد من الماي. خلنا نشوف، نطلع فوق. شوف والله شكله فنان الطلعة هاي. هاي تطلع حق سيارات، هاي حق بشر. اكيد بيكون عندنا سيارات ترى في المستقبل، يعني حتى هذا كله بينشل بيروح داخل. صبر انا اراويكم كيف الترتيب. والله المصنع كبير يا جماعة، يعني ان تركض في صوب من المصنع مستوي مسافة طيبة، مسافة جدا طيبة. يا الله ننشي الحديد. شوفوا ما شاء الله كمية طيبة، بس بعدنا نبغى زيادة. بس متى بنحصل زيادة عدل؟ يوم الصوب الثاني احسن وايد. شكلي بحط مصانع الكهرباء وين الهب الحين، بنزل الهب تحت. هذا كم متر؟ 700 متر. اه اتجاه ثاني بعد شيء. خلنا على هذا. الاتجاه شكله طيب. حصلنا بعد مخلوقات شي نضارب وياها، نحصل سامون حق ريسيرش زين. بس ما حصل لنا ذاك الخواف قاعد يشرد. موارد نايس، ندورهم الموارد نحن. بعدين انا شفت في اللعبة قدام يكون في عندنا، ساعدوني، سيارة، ونقدر نبرمج السيارة تروح على طريق معين تجيب لنا اغراض، وسويناها نحن في هذه الخريطة الثانية، ومشروع جدا ناجح. ايه لا تفلسف لو سمحت. تعال مسخرة هاي اصلا. تعال اوكي خلنا نسوي طريق حقهم بالطريقة من هني. الطريقة هاي ما نحصل وايد اماكن نفسها لهالسبب. شو نسوي؟ هذا ما اقدر اخاطر بس الا امشي. خله يبني. انا هذا عادي يخون، اذا طحت خلاص ما في رده. سامون وايد عندي بعد ترى. كم ساعة قاعد اشتغل على السامون هذا. تعال. اح. عندي اتش بي وايد. ايوه. عطني سامونك. شكرا. بعد وابوك يحرقني هذا الخايس. احاول اكيته بس بعدها يلف راسه ويطلق. بس براي عندي اكل، خلني اكل. 21 عندي جوز. والله الجوز ما يعبي، التوت يعبي اكثر. ها بس زين، بعد زين، وايد زين. اوكي الحين نبى نحط سلاح فريد طبعا اكيد. نبى نحط شو ذاك الشيء، شو اللي هناك؟ خلنا نشوف. والله حتى انت قمت تطول لسانك. تعال تعال. تعال اهم شيء ما يعقني تحت. خلنا اطلع الصوب الثاني. شكرا. ها شو؟ اوه اح
بنقع. اوه يا ريت البوكس. شوفوا اشو بوب 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 اشو كولكتن سمول اورب ويب، شكله شيء زين. خلنا نشيله ونروح. اها لحظة بموت. طلعوا الاثنين ورا بعض بتوهق. خلصته كان. تعال السلاح. اوكي. لازم نتضارب شوي. نسوي شوي اكشن، نجمع سامان. هنا حلو انه بعد الضرابة منه فايدة يعني. هذا مش مولد الفحم، انا اسف. مش مؤسسة بعد الانتاج. ام كي 1. ايوه. خلنا نمد كهرباء. مشكلة لازم نمد الحين شو خطين. خط واحد. خلنا نمد السلك لهني حده. من بعيد بيمسك عادي. الحين بحطيه على جنب. بعدها في مكان نمشي يعني. نمسك هذا نمد منه خط. نيب البلت، وهذا بيكون أساس شغلنا. كم يوم والله ان الدرب يا جماعة الخير. شو رايكم؟ لحظة اودي الكهرباء. خلنا حطي فوق ما يستوي. لا ما يستوي فوق هذا. بحطي فوق حصان، فوق شيء يا اخي. هذا بيستهلك وايد كهرباء ظني. اذا ينتج لو حبة طيبة. هذا هني لازم، لان هني في حصة موارد، يمكن عقب اشل الموارد. ما له داعي ابند كل شيء. اوه صح، انا عندي كهرباء زيادة. راح تذكرون يوم سويت اخر واحد مال كهرباء، المفروض تكون اموري طيبة من ناحية الكهرباء. ايوه والله زين اني زدت الكهرباء، عيل فكني من صدعة راسي الحين. زين كم بيستهلك كهرباء؟ انا ما اعرف. ان شاء الله ما يبند الدنيا. ما بيبند. عندي وايد كهرباء. الحين شو نسوي؟ نروح نجيب منو؟ الحزام ونشل الهب وربعه. خلاص بنحطيه مكان الهب. الكهرباء يعني. بس ان شاء الله يكون في مكان يعني هذا. ما النكب. بس والله درب يا جماعة الخير. اتصور انه شغال ذاك الحين. الحين بسوي كهرباء ويا سلام الدنيا بتتغير الحين علينا ترى. كهرباء قوية الدنيا كامل تغير. بعدين بسوي ان شاء الله بجهز حق الحلقة الجاية. شو إذا الله راد أبغى أسوي. أيوة تعال اللي هي الأحزمة السريعة على طول، ما أنت مضيع وقت وايد. عرفتوا أهم شيء إن عندي جاية عندي كل شيء. ما في سير اخر الدنيا وما عندي شيء. نفس هناك صرت اخر الدنيا وحسيت انه بعيد. غيرت خطط مصنع الكهرباء من هناك لهني. هني بعد في دري في كل شيء.
وقت طويل، يبقى حسب القاعدة اللي عنده يعني. إن شاء الله يكون شغالة اللي هناك، مو بيصير مرة ثانية نفس الطريقة. خلني بلين نيستوي. واحد اثنين ايوه الحين شو لا ما يبغى حتى اشيل الهبه، تصدقون اقدر اسوي المصنع كهرباء هني. والله تبون صدق والافضل لو اني اشيل الهب. لا لا مو بشيل الهب، مو بشيل الهب الحين، مش الحين. بنرفع شوي عن الارض. اوكي هذا يكون مصنع الكهرباء، ما يدخل عليه شيء الا شو فحم. كم كان يبالي حق قياس؟ بس ترى الهب يوم بينشل بعد بيبتد مصنع الكهرباء مالي. خلنا نشوف اقدر ابني مصنع كهرباء واحد هنا. تشوف قياسه بس ناخذ تقدير كم ناخذ مساحة. وبعد يبغى له حبة ورا. لك الحبة ورا الحين كلفني وايد. شو من هاي بخبركم ليش حبة ورا، لأن نبى مساحة حق سبلتر. لما ندخل فحم الحين خط واحد بنسوي كم مجموعة خطوط حق منو؟ حق كل المصانع تقريبا. سير واحد ممكن يتحمل 8 مصانع كهرباء، بس نحن الحين مبدئيا نحتاج 3 أو 4 لا أكثر ولا أقل. ومبدئيا 2 يسدنا يغطي إنتاجنا، بس إن أول ما بحط مصنع الكهرباء أنا ببدا اشغل اللي هناك وهالسوالف، عرفتوا؟ فبيستوي عندي شو؟ وايد اشكالات بيستوي عندي. خلنا نشيل هذا بعد مو مشكله. خلينا نقطع الكهرباء هناك شوي. نبغى مساحه يعني شوي. بعد مساحه حبه زياده ابا. خلنا ناخذ راحتي، ليش اضيق على عمري؟ لحظة الحزام وين جبته؟ الحزام هني؟ زين اهم شيء الحزام الحين. ليش؟ لان الحزام هو اللي بسوي له شو؟ هذا درب كامل حق الحزام. والله زين القاعدة الصغيرة اول مرة تنفعني. اوكي انا طلع منها فايدة. انزين ادري حطيت وايد اكثر من الحزام، بس عادي يعني مو مشكله. نحن بعد بنطلع بندخل. انزين بنحط عمود كهرباء داخل. نجيب عمود الكهرباء. ما ادري ايش اخبار الانتاج هناك انا للحين، بس بيطول وايد لين يوصل من هناك. انا هالشيء متاكد منه. مستحيل 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 يوصل بسرعه. طابع مستحيل. انزين نبى هالخطوط تكون داخل. بحتاج كذا خط داخل انا متاكد، لان الحين بحط مولد فحم. وين مدخول الفحم ماله؟ هذا الاتجاه ورا. بحطي سبلترز وراء مساحه من قدام. اوكي اطار معياري. اوكي بالي اطار مع مفقود الدوار. اوكي خلونا نسوي له كم اطار معياري نقدر نسويه وكم هذا. اوه نقدر نسوي وايد. ابغى اسوي 12. اذا اسوي 12 يكفيني. اسوي 4 كبدايه. زين وشو بعد يبا؟ يبا دوار. يبا بنسوي له دوار. دوار شو ناقص؟ انا عندي براغي بنسوي له مع ان عندي براغي هناك والله ما قمت يبن. كم دوار؟ لحظه كل واحد كم دوار يبا؟ بنسوي 4. لحظة قلنا لكم شفت رايت كليك. زين نبى 4 مولد فحم. اطار معياري مخلص، هذا 20 يباله. زين معناه
سابقا معياري كيبل يبالي بعده. زين اطار معياري 21 قلنا، لا ما نبغى، نبغى دوار نسوي 20. لازم نحسب الحين 15 باقي لنا. هذا على اليمين تشوفونه، بنسوي 15 وعقبه اوكي. لو حديد مقوى ما نبى، نبى كيبل. كيبل سهل على طول بيستوي. شوفوا معناه يا اصدقائي بنحط هني مولد فحم، بنعطي شوي مساحة على اساس نمشي عقب في المصنع ولا نسوي درج درج مش درج درج. زين اثنين يكون الخط الاخضر يطلع بالوسط، ها معناه النسيده مفروض. زين خلنا نكبر المصنع بعد، مو مشكله، خلنا ناخذ مساحات لان هالمصنع بسوي له حركه بتحبونها وايد الحين، وايد بتحبون الحركه اللي بسويها حقه. بس بسوي في كنص مصنع بسويه انا الحين، باسسه ان تاسيس المصنع الكامل مش الحين، لا يمكن تحمل تكلفة مو مشكلة، عندنا وايد اسا هناك قضية نسويه بالطريقة هاي بالطريقة هاي اوكي. ونجيب هذا ونحطيه على مقسم. والله وصل الفحم ترى، فاصل متحرك حلو. بنجيب بنحط، لا يمكن تحمله. اوه ناقصني كابلات، سوري ناقصني كابلات و لا بس كابلات. كابلز من الشغلات السهلة نسويها، بس هاكلها راح يستوي اوتوماتيك الحين قريب ترى، يعني مش قضية كبيرة، بنسوي اكثر اوتوماتيك مرتاح. فالحلقة انا مخصصنها بس حق مصنع الكهرباء، لان مصنع الكهرباء في العادة شو يسوي؟ يجيب ازمة عالمية احسه. انزين الحين اللي انا بسويه، لانه يمكن اسوي طابق ثاني في المستقبل مصنع كهرباء، بحاول اني اجهز حق كل الحالات يعني. فاللي بسويه بيكون عبارة عن، خلنا نشلها، لا حزام هذا خلنا نشله اوكي، ويجيب الحزام بالطريقة هاي سيدي على هذا، ونحطي فاصل متحرك هني اوكي. شوفوا واحد ايوه اثنين، الخطوط على اساس اني اتاكد انهم سيدة يعني كذا، بس اولموست از بيرفكت از ات كان. لحظة الا فاصل صح، بس اي اتجاه قاعد احطيها انا غلط. اي لازم بالعكس بالطريقة هاي، لاني شو ابي اسوي؟ الاصفر معناه وين بدخل السامون، فانا شو مسوي؟ اوكي هذا ضبط اولها حلو. واحد شوفوا فحم توزيع لا سويت الحين، هاي كل واحد فيهم يباله شو؟ كهرباء بروحه. طبعا هناك كهرباء ما شيء الحين مقطوعة، هذا الواير قدامكم، بس شو بيستوي الحين؟ خلنا نطلع فوق، ما بنطلع فوق لا، بنحط عند كل واحد. بس وين خشم الكيبل على اساس يكون بشكل منطقي يعني؟ والله ما في شكل منطقي مع هذا، لا في، نحط واحد هني واحد هني واحد هني، لان كل كيبل له كمية معينة من الوايرات نقدر نشبكها وياه، مش كل الوايرات اللي نبغاها. فنحن الحين
هذا خلنا نشيل خرسانة شوي لأن بعدنا بنمد المبنى. أقول خذ الكل، نبغى حديد بعد، نبغى حديد. الحين الحلقة مسوية بس حق الكهرباء، بس إذا قدرت أسوي شيء ثاني ترى أنا بسويه. خذ الكل تعال، مو بفايق أنا حق شيء. شوفوا شو اشتغل ترى، أحب أوصل كهرباء كالكهرباء توصل. ما عليكم، مولدات الجدام بعد باي باي. زين، هاي نشبك في هاي، هذا نشبك في هذا، هذا نشبك في هذا. يعني كل عمود مشبوك في الثاني، وكل عمود اللي قدام محطته مشبوك في شو؟ في محطته. أظني أسهل ما يمكن أحاول أشرحه. زين، والحين على أساس نشبكه في المحطة بنشبك هذا في منو؟ هذا عليه 4 من 4 صح؟ خلنا نشيل هذا الخط اللي ما له داعي. زين، وبنشبك هذا في شو؟ لحظة، هذا في هذا. كم بيستوي عندنا الكهرباء الحين؟ زين، ونبى نودي كهرباء حق منو؟ بس أبى المكان هنا لأن هذا أصلاً محولات كهرباء. إذا المكان شكله تعبان ما بيطلع اوكي. وهذا بشله، اقدر اشبكه من هني. ايوه نايس. زين، في كهرباء ليش؟ ما في فحم؟ الساعة 100 ميجا وات استوى. ال 100 ميجا وات هاي ايوه انا اقول شو السالفة. اوكي سوري، ما شبكت الحزام الجانبي هذا. زين، شوفوا الحين كل محطات الكهرباء راح تشتغل، حتى ذاك بيشتغل. هذاك شو اخباره؟ مفصول؟ تعال اشتغل. قبل كل يشتغل على اساس اشيل المحطه اللي هناك. اشوف ايوه الساعه 200، يعني الاربعه شغالين. يعني الوحده تسوي 50 ترى. المحطات القديمه بشيلها خلاص ما نبغاها. بنبني المحطه هاي، بس بنبنيها نص. اخبركم ليش الحين، بس دقائق بنشيل هاي، حتى مش دقائق، ثواني قاهريني. كل شيء ثاني موصول، هي ما نحتاج شيء ثاني. اوكي، طيب شو بنسوي الحين؟ ابغى اسوي جدران. زين، جدران عادية. وين المدخل؟ مدخل هني صح؟ خلاص اعطي هذا وين؟ هني. شوفوا هذا بالطريقة هاي جدران. خلنا نسوي اساس وين؟ هني. هني طبعا قلنا بس ممر بيكون. اذا بنمد 4 غير بنمده صوب وين؟ صوب الثاني. وإذا ما كفى المكان بعد عادي نسوي طابق ثاني، أظني عادي أتوقع. لأن الحين الجدار هذا راح يكون عبارة عن جدار، بتشوف كم طابق بسوي حسب شو اسمه. لحظة، هذا لازم يباله بيبان. جدار باب في الوسط، نبغى باب في الوسط. مش معقول لك إلا ما فيهم بيبان. خلى الزوايا فيهن وسط، سوري فيهن باب، لا سوري هالصب ما بركب شيء قلنا، لأن هذا بيكون توسعة مالنا المستقبلية، فما منه فايدة أصلا أركب شيء. زين، جدار بباب في الوسط، اشتوي أحطيه في النص هني، هني ما أحتاج، عندي فتحة كبيرة أصلا، ما أحتاج الجدار أصلا بشكل عام، بس هل راح؟ هي أقدر، أوكي، نايس، حاسبين حسابي يعني. سوي طابق ثاني. هو الطابق الثالث هو اللي بيكون اوكي. ليش؟ لان الحين نحن عندنا، لو تذكرون شفتوا السلم اللي سويته كيف اللي ينفوق وهالسوالف حول المبنى، بنسوي نفس الشيء. لان في المصانع انت مفروض يكون عندك اكسس ولا تروم تدخل كل مكان عادي، يعني تشوف كل شيء من فوق. بما ان نعامله معامله مصنع، نحن بالاحرى اللعبه لعبه مصانع اساسا، فنحن مفروض نسوي بنفس الطريقه. شو السيستم؟ ان السيستم هذا يكون سيستم مصانع يعني بحت،
فبدخل في سيستم المصانع الحين وبراويكم شو قصدي في سيستم المصانع، كيف الدرج يكون وسط المصانع نفسها. شيء يعني سيستم وايد حلو ترى. ليش؟ وفي الواقع الحياة الواقعية يسوونه حق صيانة، يعني إذا حد احتاج إنه يصلح شيء هني يلحام يسوي، نحن هني في اللعبة ما نسوي، بس في الواقع يسوون. فحق الصيانة شيء يسوون، يسوون هالسوالف. فأنا أبغى أسوي كأنه مصنع واقعي يعني، زين، وسوي له سقف مرتفع جدا. وواقعيا ما في مصانع نفس هاي بالطريقة هاي تتسكر، بس أنا خاطر أسوي بالطريقة لأنه وايد غالي ما حد يسوي. زين الحين اللي بيستوي نسوي ممشى، ممشى مش ايوه كذي اوكي. ايش ممشى بالطريقة هاي على اساس والله هذا الارتفاع يكفي صح؟ اظن يكفي. هي شوفوا هذا ممشى، هذا لا قياسه مو عدل، خلينا نشيل هذا، قياسه مو عدل، لازم قياسه يكون وين؟ حتى لو هني عادي ترى، حتى لو هني ترى ما في مشاكل. ابى قياس عدل هني نقدر نسوي بعد عادي، لان احنا بنسوي بلاتفورم قصرا فما عندي مشكلة. ايوه اظني هذا الارتفاع يكفي. لا سيدة حبة، خلنا نسوي قطعة سيدة وتشوف اذا تكفي. والله تكفي وزيادة، تكفي ومش وزيادة اللي بعده هذه. ايوه نايس، شوفوا كيف اسويها الحين، بيكون من احلى المصانع اللي يمكن تشوفونها في اللعبة هاي. ان شاء الله يكون، ان شاء الله يخلينا ابني في فوق. ما بيهني بالضبط، بس اوكي، بس بعده اوكي، عندنا ممر اروم ارفعه فوق ترى مش قضية. ان شاء الله هذا يستوي، واللي ما يستوي برفعه فوق ترى حبة، مش ما يعني ما عادي لا تحاتون. السقف نروم نرفعه لانه ما حطيت سقف اصلا، ف ما تفرق وياي. اذا واحد مرتفع ويمر من فوق هالثنين بعد زين. بشوف شو التصاميم اللي اقدر اسويها، يعني مش لازم يكون في اماكن ناس. اوكي بسوي هني الوصلة، وابغى اسوي نزلة الحين، لانه هو مفروض اسوي شو اسمه اصلا بصوب واحد قبضات، بس عادي. زين بسوي من هني اروح لهناك؟ لا ما بروح من هناك، ما يباله، يكفي ان ياسين نلف حول المصنع ونشوف كل شيء. الواقع هي بيحتاجونه على اساس انهم شو يسوون؟ يسوون صيانة عامة، بس نحن ما نحتاج نسوي لا صيانة عامة ولا غيره، فتعرفون شو؟ خلاص خلنا بالطريقة هاي. زين حول المصنع لفة، وفي لفة في نص المصنع هناك، وهناك يمكن ما اكمل الحين. ليش؟ لان يعني هاي النزلة الاولى، لازم في نزلة ثانية طبعا. بسوي نزلة ثانية من على الاغلب جنب هذا المكان، مش هذا المكان بالضبط، يعني اسوي هذا شوفوا بالطريقة هاي، وسوي اجيب الزاوية حقه انزله من هنا. شوفوا على اساس ان نقدر نمر وين من تحت. بس نقصنا كم قطعة في اللحظة، خلونا نسير بشوية اللي هو القضيب. يلا شوفوا هني الترتيب، دنيا ثاني، مصنع الكهرباء مالنا رقم واحد. احد يقول لي شيء؟ مصنع والله الكهرباء رقم واحد انا اشوفه، ادري احد بيقول لي شيء. انزين
بعد أأمن حقه يعني، ما يستوي مصنع كهرباء مفتوح 24/7 24 ساعة. يلا هني البيبان هاي أحس لازم أسوي لها هاي. أسوي واحد يدخل ويطلع راحته. زين نسوي للحين بالطريقة هاي. بس هني شو المشكلة الوحيدة؟ نحن قلنا بنمد صح؟ هاي بتكون في الامتداد. بس المهم عندنا نزل الحين صح؟ ممكن نسوي بعد إذا نبغى نمد هذا من هني. زين نمد هذا من هني ونخليه يمر في الوسط من الحين على أساس في المستقبل ما نتلعوز وأضيع قاس بين مصنع ومصنع. لا خلاص هو يعرف الحين. ويمكن أسوي نزلة مهني بعد ممكن، بس في عمود كهرباء بس أظن يكفي حق الحين كمرحلة أولى إلى لهذا. أنا أتصور إنه جميل. شوفوا فنان. خلني أشيل هذا أحط مكانه هذا. شوف إذا يستوي نزل هني زين، بس ما ظني، أظن هذاك بيخرب. إن شاء الله ما يخرب. إيه بيخرب، فشو بسوي؟ خلنا نحط هذا. أحاول إني أضبطه يعني شوية غصب مثل ما تقولون. نسوي مدخل من كذا مكان، مش لازم أمشي مكان معين على أساس إني أدخل. أقدر أدخل من هني من هناك. المصانع يسوون وايد شغلات، حتى ممرات فوق هايل يسوونه من هذيل. شوفوا يعني حتى عادي يبولكم من هذا ويمشونه من فوقه، بس هني ما يستوي اللعبة لأن تسوي أوفرلاب أو شيء من القبيل، فما تقعد تسوي. إنتاج عندي 200 ممتاز، 200 200. نشوف المصنع شكله كيف بيكون من آخر الدنيا. خل أرويكم شكل المصنع هذا لحظة مرة ثانية. يا رباه شوفوا شكل المصنع، شوفوا شوفوا بالله عليكم محلاه. اوه نسيت هذا. زين ما نسيته، ادري في حد بيقول لي ما سويته. قلت بتسوي سوي الحين. اتذكر انا قبل ان تذكرني، ما عليه. دائما هناك ما يستوي. والله ارفعه عادي ما عندي مشكله، بس ما يستوي. بتعرفون شو هذا؟ بسكره احسن بس ما يبين شكله غلط. اوكي ممتاز. مع ان روم مسوي نزله هني بعد، ترى روم مسوي نزله حلو. برايكم في فكره حلوه حق نزله حلوه يعني. زين انا ركبها هاي هني. بتقولوا وين النزله؟ هذا اصلا ما يستوي شيء صح؟ انا برايكم ان شاء الله عاد ما يخرب عليه العمود. تقولوا امين. لا هو بيخرب مستحيل ما يخرب. ولولا العمدان هاي روم احرك العمدان توبه. لحظه انحدر. ما يستوي مشي فيه؟ لا ما يستوي. يعني المهم فهمت الفكرة صح؟ ها بعدين انا بضبطه مو مشكلة. بسوي هالممر. بعدين هذا برا التسجيل. انزين. على اساس براويكم اسوي كم الشغلة بعد. يا سلام. انزين. لا تطول الموضوع يا خليل، لا تطول الموضوع يا خليل. انزين. هذا الهب. جود باي. مع السلامة. خلنا نشله. ما اقدر اشيل السامان هذا كله لان اصلا عندي زحمة، بس بشيل الهب واوديه وين؟ وين قلنا؟ عند تحت المكتب. تذكروا المكتب وين قلت لكم بحط الهب؟ خلنا نصير نحط الهب هناك. هذا الهب مشكلة مبنى واحد كامل يجي. خلنا نحطيه هني اساس اي شيء نسويه. تعرفون شو؟ مشكلة مش هنا، مشكلة تعرفون شو يبالي؟
لحظة. خلاص هب هذا هو. اوكي. نحط الهاب هني في الوسط عند مبنى الإدارة. يكون بالطريقة هاي. ترى مباني كلها بنجدمها، كلها مباني افتراضية أنا حطيتها افتراضا إني راح أحطيها. مش تأكيدا. الطريقة هاي. خلينا بعدها شوي من الجدار. من الإدارة. اوكي. هذا انبنى. مبنى الإدارة. نايس. زين. بس أبى أشبك هذا. في سيستم. طبعا خلنا نمسح هاي لأنه ما نبغاهم حاليا. ما أدري الهاب يبغى كهرباء. ما أتصور يحتاج كهرباء. زين. قلنا نبى الـ MK2 ولا الـ MK3؟ نبى الـ MK2 قلنا لازم صح؟ واللي هو يباله كم؟ يباله 100 سلك. يباله 20 قلنا من هذا. و20 روتر قال يبا صح؟ فخلنا نسوي لنا 20 روتر. دوار 20 دوار يباله براغي. المفروض اي براغي من هناك والله، بس الحين كلهم 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 راح يجون هني. خلاص كل الخطوط راح نحولهم عقب الحلقة هاي، عقب ما مصنع الطاقة بنحولهم هني. فبيكون اوكي يعني عقب كل شيء عندي بيكون. هالطابق شكلي ما بحطيه في شيء، كل الطابق اللي فوق بيروح، الطابق اللي تحت بيكون شكله إدارة حق وش اسمه بس، السيور اللي بتيني من برا حق الإنتاج. بعد يبقى 1000 سلك. إذا يبقى 1000 سلك لازم أروح. لازم اروح هناك. 1000 سلك لازم يصير. لان نبى هذا عقب، وعقب نبى MK2. ف هذا انا الفيديو الجاي ان شاء الله، والمقطع الجاي، الحلقة الجاي يسمون اللي تسمونه، راح ان شاء الله اجيب ارتب هذا. ما ابغى ما ابغى خام حديد الحين. هاي كان مفروض عقم في الصندوق اللي هناك. زين خلنا نجيب، لازم نسوي جدار هناك حق المصنع كامل هالسوالف. هاي البرع التسجيل كله بيكون. زين قلنا نبغى شو؟ اسلاك صح؟ شوفوا هني براغي عندي، براويكم فل براغي والله والله فل حرفيا فل. نبغى 500 ما نبغى اكثر. مي براغي عندي فل. زين راغي فل. السلاكي بنوهن. يلا سرينا. هاي كلها انا بدخلها من وين؟ من تحت الحاجز هذا، مع اللي يعني مهما كان عندي احزمه ابغى ينزلون من تحت هني. بسوي لهم بوابه داخليه فتحه ولا شيء ما اعرف، بسوي لهم طريقه حلوه تكون يعني بعيده عن الشارع فوق الارض، تكون مرتفع على اساس عندنا شاحنات بتمشي عقب. كيف فوق الارض مرتفع؟ لا بسوي عيل بيبه من فوق في وسط جدار، بسوي له فتحه بنزله تحت مع الباقين، او بحطيه مع الخط هذا اللي راح يتبدل 99.9% الخط راح يتبدل ان شاء الله. كان اسوي نفس سقف 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 سقف. ما اعرف اذا فهمتوا علي ولا ما ادري، انا بروحي ما فهمت. انا نفس اسوي نفس ظله هي، ومن فوق ظله امدد لشو الامور الثانيه. انزين الحين اللي بيستوي عندنا اللي انا اترياه اللي بيخلينا اشيل هاي اللي هو انت اقول لكم عنه، بشرح لكم عنه قبل ان انهي الحلقه. هذا هذا اروم احطيهم شو فوق بعض. شوفوا الاحزمه بدل ما اجيبها حزام حزام ولا شيء بالطريقه هاي. بس كيف اسوي لهم اداره عقب هذا موضوع ثاني، احسه بيكون صعب. بس حاليا لاني انا اصلا بسوي سيستم بفر تحت وبطرشه فوق ما يفرق وياي، لان بيبه من تحت على صناديق هني، والصناديق هاي شوفوا المصنع بيطلع لفوق. اوكي شوفوا خلنا اشرح لكم كيف المصنع. راح اسوي له خط خطين. لحظه سوري هذا وايد مرتفع، لازم خط خطين قلنا من تحت. ما بعبي ما بعبي، يمكن احط شيء نعبي شيء. هذا ياخذ
صح زين، بسوي اربع طوابق. هي اربع طوابق احس قياس وايد زين، اربع طوابق افضل قياس احس زين. بنحط من هايل، خلى شوي مساحة نمشي بعد احسن بعد طابق. خلنا نسوي بعد طابق، اظن بتعرفون الفكرة الحين يعني خلاص، يعني فكرة صعب لهذا. الطريقة هاي بيكون بنجمع، عقب بتشوفوني بجمع كل شيء بطلع من هني. يعني خليني اوضح الفكرة، بس ان هذا واحد اثنين مثلا ثلاثة اربع احزمة بالطريقة هاي، واربع احزمة مثلا حق شيء ثاني بالطريقة هاي. شوفوا، لان انا بجيب شغلات جاهزة هني، ما بقعد اصنع هني، او ممكن اصنع فوق والله تصدقون. بعد فكرة، شوفوا بالطريقة هاي وبجيبهن مثلا واحد. خلنا اسوي بس لفة واحدة، ثلاث اربع، وبعدين بخبركم الباقي كيف. واحد طبعا ممكن اسوي اقل، امد اطول، اعرف هالشيء، بس شو واحد اثنين ثلاثة اربعة. اوكي زين، بس بيطلع شكلهم احلى بالطريقة هاي، الشكل شوية في اهمية يعني. اربعة زين، هذا ممر حق منو بالطريقة هاي. شوفوا مثلا من هذا، من هذا لين منو، لين اول واحد. الطابق الثاني صح، طابق الشو ثالث، طابق الشو الرابع. واحد نفس الطريقة هاي، بس هاي لازم تشوفونها لانها بتشوفون ان شاء الله في الحلقة الجاية، وبيعيبكم ان شاء الله وايد وايد وايد. اوكي بيكون، لان الحين بنبدأ، انا ببدأ اشغل المصانع زين، مصنع مصنع، وبتشوفون شو السالفة. هاي الطريقة شوفوا، هذا اول خط انتاج بيكون طالع لفوق، تخيلوا شوفوا شكله. بس هذا نازل شوية، شوفوا مهني بطنه نازل، ولا كلهم بنفس الطريقة هي، كلهم بنفس الطريقة. اوكي كلهم بالطريقة هاي، لانه يمكن طالع لفوق بزاوية. بس فنان بعد، شوفوا اذا وسع المصنع اروم امشي ترى عادي. شوفوا الناحية الايجابية يعني، لان انا من هني ما اعرف اقدر امد جدار من تحت لهالارتفاع، احس اني وايد رفعته والله. واحد اثنين ثلاثة اربعة، لا مش وايد والله، انا احسه وايد بس هذا مش وايد. واحد اثنين ثلاثة، هي اربعة بالضبط، وايد زين، جبت القياس عدل، القياس زين. اوه والله نايس، من بعيد فوق الاربعة وخردة يعني، فزين. اذا حطيت لاني فونديشن بالطريقة هاي راح اقدر اني شو اسوي، ابني داخل تحت بعد، قياس البنى زين بيكون. هذا طبعا كله بيتغطى من برا، ما بتشوف شيء من هني، هذا كله راح يكون شو اصلا غطى من تحت بعد. يمكن اذا طاب شيء بالغلط، يمكن يعني اذا بطوف شيء داخل. يا سلام يا جماعة، انتوا مش مستوعبين. شوفوا انا بسوي ان شاء الله حق الحلقة الجاية سيد ابحاث، هاي اللي شفتوها انتوا خبرتكم عنها الحين، مو مشكلة. تعال انت هني بني زين، بسوي اللي خبرتكم عنه. اوكي الابحاث هاي كلها على الاغلب بسوي ام كي 3 وببدا حلقه جديده، لان الباقي بيكون اسهل وايد، لان بنشكل المصنع، لان بتكون بدايه تشكيل المصنع اصلا. الخدمات اللوجستيه هذا ام كي 3، ولازم اسوي له خط انتاج، مش بس بالبساطه هاي. فنشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه على خير، اتمنى لكم مشاهده ممتعه، ولا تنسون لايك وشير سبسكرايب، والكل مشكور. انا الحين طالع كشوي بال هذا بسوي ترى زين،
والكل مشكور، مشكورين الصراحة على المتابعة وهالأمور، وجزاكم الله ألف خير، ونشوفكم في الحلقة القادمة بعد ما أجهز حق الأبحاث اللي حياكم الله.